من خلال مواقع التواصل الاجتماعي نستعرض معكم أبرز التداولات المحلية، بدايتنا من تويتر ومع حساب هيئة تنظيم الاتصالات. احذر من كتابة بياناتك البنكية أو الخاصة عند استخدامك لشبكات الواي فاي المتاحة بدون كلمة السر حتى لا تخسر أموالك وساهم في توعية مجتمعك. وفي تغريدة أخرى من حساب فعاليات الشارقة، خصومات ضخمة تصل لغاية 80% ولمدة 3 أيام ابتداء من اليوم وحتى 6 يناير الجاري ضمن عروض ربيع الشارقة، وذلك في جميع مراكز التسوق في الإمارة. ومن تويتر إلى الإنستغرام، وفيه اخترنا لكم صورة من حساب الشارقة للأخبار. رسمياً نهائي خليج 23 بين منتخبنا الوطني وعمان يوم الجمعة على استاد جابر الدولي في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت الإمارات. وصورة أخرى من حساب اتصالات، تؤكد اتصالات بأن لا زيادة على أسعار بطاقات إعادة تعبئة الرصيد، وتم طرح 5 فئات جديدة. أما المكالمات فهي شاملة ضريبة القيمة المضافة والمقدرة بنسبة 5%. ختاماً بقي تذكيركم بمشاركتنا أخباركم وصوركم بإرسالها عبر مواقع التواصل الخاصة بنا كما هي ظاهرة أمامكم.